الزميل الصديق نيكوس الداريس، أشكركم على المباحثات المثمرة والبناءة التي أجريناها اليوم. كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من مجالات التعاون الثنائي بين بلدين وصديقين، بالإضافة إلى التركيز على القضايا الإقليمية كما ذكرت والدولية ذات الاهتمام المشترك. انعقد هذه المحادثات بانتظام يعزز العلاقات بين بلدينا التي استثمرنا فيها الكثير من الوقت والجهد في السنوات الماضية من خلال الحوار والعمل الجاد. نحن قادرون على كسب مستوى أعمق من التفاهم المتبادل الذي يصب في مصلحة تعزيز علاقاتنا الثنائية في كافة المستويات. علاقتنا ترجع إلى عام 1975 صحيح مع الجزائر، ولكن خلال هذه السنوات تم الكثير. سعى دولة الإمارات خلال هذه الفترة إلى تعزيز مستوى العلاقة مع لبنان لتكون مصدر للاستقرار والنمو في منطقتنا. شهدت علاقتنا الثنائية تطور وازدهار في جميع المجالات منها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والحكم الرقمية ومجال الأمن الغذائي. كما بذل البلدان جهودهما الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وهما انعكس إيجابا على مستوى التبادل التجاري بين البلدين. بلغ حجم التجارة غير نفطية في العام الماضي 450 مليون دولار. تود بلادي أن ترى المزيد من العمل في هذا المجال لتضخيم وتعظيم هذه الأرقام. إن علاقتنا مع اليونان لا تقتصر على المجال الاقتصادي، بل تشهد نمو كبير في العلاقات بين شعبي البلدين. وصل عدد زوار يونانيين إلى دولة الإمارات في عام 2019 إلى ما يزيد عن 24 ألف مواطن، ويقيم في الإمارات 4000 مواطن يوناني يساهمون في دعم العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بلد ثاني الإمارات. كما يدعم قطاع الطيران هذا العدد المتزايد من السياح والزائرين والمقيمين بين البلدين الذي كان يشمل على 14 رحلة أسبوعية قبل تفشي الكوفيد. نتطلع أن خلال الأشهر القليلة القادمة نستطيع أن نتغلب معا كبلدين ولكن كمجتمع دولي على تحدي الكورونا. هناك العديد من المشاريع الثقافية المشتركة بين دولة الإمارات واليونان التي تعكس مستوى الازدهار الذي وصل إليه البلدين في المجال الثقافي والتعليم على مستوى الشباب. وجدير بالذكر بأن أكثر من 640 مواطن يوناني يقيمون في الإمارات وملتحقين بمدارسها وجامعاتها ومعاهدها. في حين وصل عدد الممتعتين الإماراتيين في الجامعات اليونانية إلى أكثر من 100 ممتعت. قد ساعدت هذه الجهود الثقافية والتعليمية على تعزيز الانفتاح والتفاهم الثقافي بين البلدين. أود الإشارة أن النجاحات التي وصلت إليها الإمارات ما كانت لتتحقق دون وجود مجتمع إماراتي منفتح متسامح ومتعايش. كما نتطلع إلى تحقيق هذه القيم المشتركة من خلال مشاركة يونانية قوية في معرض إكسبو 2020 في العام القادم. أبقينا على المسمى 2020 مع الوزير كما تعلم، ولكن نتيجة الظروف الدولية تم تأجيلها لأكتوبر العام القادم. وأنا أشكر أصدقائنا مختلف دول العالم بما في أصدقائنا في اليونان على تفهمهم وتأجيلهم لهذا التجمع، ونتطلع أن يكون هذا التجمع تجمع نحو المزيد من التعاون الدولي ولكن مزيد من الطموح بعد الخروج من الجائحة. بالإضافة للتعاون الثنائي فإن دولة الإمارات واليونان تعتبران التهديد الذي يشكل التطرف أمرا مقرفا إلى أقصى الحدود،
نحن في دولة الإمارات نتخذ موقف حازم يتمثل بأنه لا يمكن التوصل إلى حل وسط مع الجماعات أو الأفراد الداعمين للتطرف والإرهاب أو الذين يبررون ذلك. تلعب دولة الإمارات دور محوري في مكافحة هذه الآفة، ونطلع أن يكون لنا شركاء حول العالم يعملون معنا وسويا لمواجهة هذا الخطر الدولي. إن السعي لضمان السلام للمنطقة والتحقيق الاستقرار الإقليمي هو أمر مشترك بين دولة الإمارات واليونان، مما يستوجب التعاون الوثيق بين بلدينا لمعالجة النزاعات في المنطقة. تقدر دولة الإمارات مشاركة اليونان إيجابية في دعم السلم والاستقرار في المنطقة، كما نرى أن السياسات الخارجية التوسعية لدول في منطقتها ومجاورة تشكل مصدر مستمر لعدم الاستقرار في المنطقة. أود أن أؤكد أن طموح قيادتي بلدينا لتأسيس شراكة استراتيجية قائمة على أساس صلب وأسس راسخة من الصداقة والاحترام، الذي تمكن كل الطرفين من تحقيق النمو، حيث يمكن أن تتوسع هذه الشراكة في مجموعة من القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا والسياحة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والأهل المدارية. صديقي مع الوزير، مرة أخرى أشكر فريقك، كان في وزارة الخارجية سفارتكم في أبو ظبي على جهودهم بإنجاح هذا اللقاء. أمل أن تتاح لي الفرصة لزيارة بلدكم لمرات قادمة في المستقبل. أطلع أن أستقبل في بلدك الثاني الإمارات. أتمنى لكم ولشعبكم الصحة والأمان، وأن نستمر في هذه الظروف الصعبة الصحية أن نعمل لخدمة شعوبنا بمزيد من العلم، مزيد من المثابرة، مزيد من الجهد. شكرا لك.